أصدرت الهيئة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم الاثنين أحكاما ابتدائية أو يوم الاثنين أصدرت أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 22 إرهابيا جميعهم سعوديون عدا متهمين من الجنسية اليمنية والباكستانية من خلية تضم 45 متهما باعتناقهم المنهج التكفيري واشتراكهم في معسكر إقامته الخلية الإرهابية بمكة المكرمة لإيواء أفرادها وتدريبهم على القتال وفك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعدادهم لمقاومة رجال الأمن وقيام بعضهم بالمشاركة في الحراسة المسلحة المشددة على هذا المعسكر لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم وحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن بين 4 إلى 26 عام ومنعهم من السفر مددا متفاوتة ومن أبرز الإرهابيين 22 الذين مثلوا أمام المحكمة المدة عليهم الأول والثاني والخامس والتاسع وتضمن الحكم إدانة المدة عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وتزعمه لإحدى المجموعات التكفيرية وعقد الاجتماعات واللقاءات لها لتعزيز منهجها وتوزيع الفتاوى التي تغذي أفكارها ودعوة الآخرين للانضمام إلى تلك المجموعة وتدربه مع أفراد مجموعة على استخدام الأسلحة النارية والإعداد للقتال وقيامه بتوفير الأسلحة والذخيرة لهم من أجل ذلك وحضوره وأصحابه بعض أفراد مجموعته لاستراحة بمنطقة مكة المكرمة استضيف فيها أحد منظري المنهج التكفيري وقيامه بفرض حراسة مكونة من 4 أشخاص يحملون رشاشات لمقاومة رجال الأمن في حال المداهمة. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن جدة الأستاذ عبد الله فدعق المهتم بالفقه والفكر والكاتب في صحيفة الوطن. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. بداية، كما ترى ونرى أن الإرهابيون يستغلون الشباب عبر العديد من المنابر سواء كانت عبر حلقات تحفيظ القرآن أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم كيف نقف لهم بالمرصاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. الحقيقه اذا تسمحي لي اخت شيرين، انا بس بالتعلق على اول الاخبار التي ذكرتيها. تفضل. بالنسبه للائمه الذين عينوا مؤخرا لامامه التراويح. تفضل. فالشكر لخادم الحرمين على هذا التوفيق وعلى هذا التعيين، والائمه ان شاء الله هم في محلهم ويؤمون الناس الى يعني الى ما يصبو اليه الناس من هدوء وطمانينه وسكينة. أنا بس أستعير عبارة الشيخ عادل الكلباني أخي وصديقي الشيخ عندما قال أمس أهني أهل المدينة بعودة الأسد إلى عريني، فالحمد لله الشيخ محمد أيوب عاد إلى محله الطبيعي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه والشيخ ياسر والجميع يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب دعنا نتوقف قليلا عند هذه الجزئية والتي هي فعلا جزئية مهمة، ما هي دلالاتها؟ أبدا، يعني خادم الحرمين يلبي طلبات الناس ويضع الإنسان في محله الطبيعي الذي يستحقه. الشيخ محمد أيوب أكثر من 18 سنة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعود إلى المدينة وعاد، وهذا التعيين في محله عندما نرى الشباب يعودون إلى هذا المحل أو يؤمون الناس في الحرمين، هذا بلا شك يعني محل تقدير الناس جميعا. الحرم يحتاج إلى هذا التنويع وإلى هذا التعدد، الحرم النبوي يحتاج كذلك إلى هذا التنويع وإلى هذا التعدد. كلما ضخينا التنوع والتعدد في أماكننا الدينية وفي مؤسساتنا الدينية كلما أصبحنا بخير. نعم نعم نعم. طيب نعود أيضا إلى الموضوع الذي كنا قد بدأنا أو انتهينا عنده وهو استغلال الإرهابيين لأماكن، يعني هذه الأماكن تعتبر لها قدسية عند المسلمين بشكل عام، عندما نتكلم عن حلقات تحفيظ القرآن، عندما نتكلم حتى عن استغلال بعض الموجودين في المساجد للمنابر التي يعني هم مسؤولون عنها، وأيضا استغلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نتكلم عن دورنا نحن، ما هو دورنا سواء في وسائل الإعلام، أيضا دوركم أنتم كمفكرين ومثقفين.
الحقيقة أخت شيرين أنا ما أعرف يعني ما هي المدة المتاحة لي لأجل أتكلم في هذا الموضوع. خذ وقتك، كل الوقت اللي أنت ترغب فيه أستاذي. الموضوع هذا كبير، والموضوع هذا دقيق، ويحتاج إلى يعني إلى رؤية خاصة. طبعا الإرهاب لا دين له، لا محل له، لا مكان له. الإرهاب إذا كان في المسجد هو نفسه الإرهاب الذي يكون خارج المسجد، إلا أننا زدنا عليه عندما يكون في المسجد القدسية. الإرهاب عندما يكون في أي شهر هو إرهاب، لكن عندما يكون في شهر رمضان مثلا هو إرهاب زائد القدسية الزمانية. فالإرهاب هو إرهاب بلا شك ولا ريب. أنا إذا تسمحي لي عندما أريد أن أناقش مثل هذه الأمور يعني أقسمها إلى محاور بسيطة. المحور الأول مثلا حيث أن الإرهاب الآن أكثره منحصر في الشباب، فأنا المحور الأول الذي أريد أن أتحدث فيه لماذا يلتحق الشباب بالتنظيمات الإرهابية، ثم ما هي طرق استقطاب الشباب للإرهاب، ثم المسؤولية تقع على عاتق من؟ نعم طيب، دعنا نبدأ من الجزئية الأولى، وهي لماذا يلتحق الشباب أو بالأنظمة الإرهابية، ثم سوف يعني نذهب إلى باقي الأجزاء تباعا. تمام. طبعا أسباب التحاق الشباب بالتنظيمات الإرهابية، تعرف أن الشاب الآن في مرحلة الطيش، وعقل الشاب متقبل أي فكرة، ومن هنا يستغل يعني من قبل التنظيم الإرهابي ويعبأ حتى ينجذب إليه. هذه ناحية. المسألة الأولى أن هناك مجموعات أخرى من الأسباب التي تدفع الشباب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، حتى أن الشاب يهب حياته للمجهول. طبعا من أهمها موضوع الفقر، من أهمها مثلا أن التنظيمات الإرهابية تملك المال وتستطيع أن تغري الشباب اليافع بالأموال، بالسيارات، بالمنازل الفاخرة، بأشياء يعني لها أساس من الصحة أو أحيانا ليس لها أساس من الصحة. هناك أسباب أخرى، هناك يأس عند الشاب، هناك ظلم قد يشعر به الشاب، هناك تذمر يعاني منه الشباب والشابات. التذمر هذا قد يكون موجود في محيط الأسرة، قد يكون موجود في محيط الحي، قد يكون موجود في المدرسة. فكلما زدنا من هذا الظلم والتذمر حتى في البيت، يعني في كل بيت مرشح أن يكون هناك إرهابي صغير. هذا الإرهابي الصغير قد يكون ناتج بسبب ظلم الأب أو بسبب ظلم الأم. فالأسرة والحي، المؤسسات التعليمية كلها يعني لها يد في هذا الموضوع. طبعا هناك أسباب أخرى، مثلا القناعات الشخصية الموجودة عند الشاب أو الشاب. هناك عندهم قناعات في أذهانهم أن هذا طريق إلى الجنة، أن هذا طريق إلى يعني نهضة الأمة، هناك غسيل أدمغة يتم من قبل متمرسين. الإرهاب الآن صناعة، الإرهاب الآن ما هو شيء يعني ثانوي أو شيء عادي، الإرهاب الآن صناعة تمارس من قبل مختصين بوسائل متطورة، يستهدفون الشباب الذين لديهم ثقافة متدنية، وأحيانا يمكن يستضيفوا أو يستقطبوا الشباب أصحاب المناصب العالية، فيهم دكاترة، فيهم مهندسين. الفراغ سبب، الفراغ العاطفي، الفراغ الروحي. الآن من الذي يحث الأمة على القيم؟ أو يحث الأمة على تزكية الروح، على الإحسان، على مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة يعني غائبة عن الأذهان. حتى الأب الآن مثلا بيربي ولده في الاختبارات أو في الامتحانات، يا ولدي تعلم حتى تكون كذا، تعلم أن تكون كذا، لكن لا يقول الآباء لأبنائهم تعلموا لأجل أن تكونوا يعني سببا من أسباب إسعاد الأمة، أو سببا لأجل إسعاد أنفسكم أو كذا. هذه المسائل غائبة. الروح والعاطفة عندما تغيب عن ذهن الشاب أمام ما في أمامه إلا أن يكون إرهابي. طبعا نعم. يعني هذه أسباب سريعة. نعم. طيب أستاذ عبد الله، إحنا فندنا الأسباب، ما هي الحلول؟ الحلول طبعا تعالج كل 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 واحدة من هذه لابد أن تعالج. يعني تعرف الآن طرق استقطاب الشباب للإرهاب تطورت، فكل طريقة من هذه يعني مثلا طريقة تويتر، إذا لازم إن إحنا نجعل تويتر غير موتر للناس. استخدام الفيسبوك نستخدمه الاستخدام السيء. أنت تعرف الآن إنه تجاوز التنظيمات تجاوزت أكثر من 82 ألف صفحة، والشاب العربي يقضي يوميا من 4 إلى 15 ساعة في الفضاء الافتراضي بين تويتر وبين فيسبوك إلى هذه الأمور. فنحتاج تكون معالجة يعني جماعية وجهد جماعي. طبعا المرونة مطلوبة، التنظيمات تستهدف الشباب، نحن ينبغي لنا أن ننزل إلى مستوى الشباب، مستوى المعرفي الموجود عند الشباب لابد أن نعالجه، لابد أن يعني مسائل ما يمكن أن تعالج في يوم وليلة، جهد جماعي، لأن المسؤولية كما ذكرت مسؤولية عامة.
نعم. طيب عموما طبعا كنا تكلمنا ايضا يعني استاذ عبد الله ايضا عن الاليه التي اصبحت ايضا يعني تستهدف ايضا رجال الدين ومن ضمنهم ايضا رجال امن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب أهل الحقيقه ما فهمت هذه، يعني الارهاب يستهدف رجال الدين؟ للاسف ان حتى يعني في سياق الخبر اللي احنا تكلمنا عنه طبعا كان هناك القاء القبض على عدد من الارهابيين، من ضمنهم كان احد الاشخاص يعمل في هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ايضا شخص ثاني كان يعمل في حلقه يعني تحفيظ قران. نعم يعني هو شخص متدين. ايوه الشخص متدين وعمل في الارهاب وبعد ذلك عمل في الارهاب، يعني هو كانت بدايه اساسا كان يعمل في هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعد كذا نعم. طيب واضح تماما ان 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 رجال الدين غير المنورين وغير الواعيين هم سبب من اسباب الارهاب، هذا واضح ما يحتاج الى نقاش، يعني واضح تماما ان رجال الدين الذين يفتقدون الى الوعي والقائمين على مسائل الدين ورجال الدين غير المنورين ساهموا في زيادة الإرهاب، هذا واضح، ولذلك لا غرابة أن يكون مثلا في تنظيمات إرهابية رجل من رجال الدين، ما يعني المسألة بسيطة جدا، كلما كان هناك متدين غير متنور متدين على غير بصيرة هذا مشروع لإرهابي في يوم من الأيام. نعم عموما احنا ادركنا الوقت عند هذه الجزئيه، انا اشكرك كل الشكر استاذ عبد الله فرزاق المهتم بالفقه والفكر والكاتب في صحيفه الوطن، شكرا جزيلا لك.